هاي، أنا داليا من technology.tv. والنهاردة هنتكلم عن موبايل سامسونج جالكسي نوت 2. الموبايل ده بيجمع ما بين مواصفات التابلت والموبايل. شاشة الموبايل ده هي سوبر أمولد، بتدعم اللمس المتعدد وبتدعم كمان 16 مليون لون، وحجمها 5.5 بوصة، وجودتها 1280 في 720 بيكسل، وكثافتها 267 نقطة في البوصة. وكمان على الرغم من حجمها الكبير وتقنياتها العالية جدا، قدرت تحافظ على سمك الجهاز الرفيع ووزنه 183 جرام، أما أبعاده فهي 9.4 في 80.5 في 151.1 مليمتر. نظام تشغيل النوت 2 هو أندرويد 4.1 جيلي بين، ونظام التشغيل ده ممكن يتعمله أبديت ويكون 4.2. ونوع المعالج أو البروسيسور رباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز، يعني هيكون سريع جدا معاك. نوت 2 في بلوتوث واي فاي وجي بي اس وراديو وبيدعم جافا. أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لسامسونج جالكسي نوت 2 فهي بتكون 16 أو 32 أو 64 جيجا، والرامات بتاعت الموبايل ده هي 2 جيجا، وكمان ممكن تحط له ميموري كارد خارجية توصل ل 64 جيجا. أما بالنسبة للكاميرا فالكاميرا الخلفية لنوت 2 هي 8 ميجا بيكسل وبدقة 3264 في 2448 بيكسل، وفيها ميزة الضبط التلقائي للصورة وفلاش LED. ومن مميزات الكاميرا انها ممكن تصور فيديو HD، وممكن تاخد صور ثابتة وانت بتصور الفيديو، وبتوصل ل 30 لقطة في الثانية. اما الكاميرا الامامية فهي 1.9 ميجا بيكسل. وبالنسبة لبطارية جالكسي نوت 2 بتوصل ل 16 ساعة من الاستخدام وانت بتتكلم على شبكة 3G. وفي ميزة في النوت 2 هو S Pen، بينزل مع التليفون قلم ممكن تستخدمه عن بعد من غير لمس الشاشة. وأخيرا الألوان الموجودة مع نوت 2 هي الرمادي والأبيض والأصفر والوردي والأزرق. دي كانت بصة سريعة عن موبايل سامسونج جالكسي نوت 2. ولو حابين تعرفوا أي حاجة عن التكنولوجيا ممكن تدخلوا على technology.tv. خد فكرة.